قام عدد من قيادات ثوار وعيان وحكم عدد من المدن الليبية بزيارة تضامنية للعميد صلاح بادي في مدينة مصراتة للتعبير عن رفضهم للعقوبات التي تستهدف الشخصيات الوطنية وإدراج اسمه في قائمة عقوبات بعض الدول مؤخرا. وقال العميد صلاح بادي خلال كلمة له بالمناسبة أنه لن يتحدث عن العقوبات الدولية التي فرضت على شخصية وطنية قبله، منهم رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الأغويل، ومعتبرا إياها موجهة ضد كل من يرفض المخططات التي تستهدف ليبيا بحسب قوله. لن أتكلم على العقوبات أو ما قامت به بعض الدول سواء كان على شخصيات قبلي، منها السيد الرئيس نوري بوسهمين ورئيس الوزراء خليفة الغويل وبعض الشخصيات الوطنية التي وقفت في وجوه الطامعين والذين جاءوا لبلادنا يبحثوا عن دمم رخيصة وصور تحقق لهم كرتونية، تحقق لهم مصالحهم وتأمن لهم